الأجواء التراثية القديمة والشغلات القديمة يعني، وبحب الجلسات مع الكبار مع الكبيرين يعني، ويذكروا لي الحكاية القديمة اللي بتصير من زمان. طرحت فكرة هذا الحمام على شاب صديق لإلي وبلشنا شغل فيه أنا وياه، والحمد لله يعني اشتغلته كلياته على إيدي، ما دخل حدا يعني لهون أبدا، الرسم الديكورات كلياته أخذتها من الحمامات الدمشقية القديمة يعني، والأجواء اللي فيها كلياتها نفس الشيء طبقته هون. من الأساس من زمان هو كان نقطة ليرتاحوا فيها المسافرين، بس مع الزمن يعني صار للجمعات وللمي الحلوة يعني، والأفراح الأعراس ايه وهيك شغلات.